لما رجع بقى عمل محمد علي جريدة الوقائع، وكانت بتكتب باللغة التركية، لكن هو رجع بقى خلاها بالعربية الفصحى، وده أول عدد من جريدة الوقائع المصرية. على فكرة لا زالت بتصدر لحد دلوقتي. أهي 1800 فين بقى؟ 1828 في جمادى الأول 1828. لا زالت الوقائع، هو بقى مسك الوقائع وخلاها تكتب باللغة العربية، لأنه هو كان مهتم جدا باللغة العربية الفصحى، وكان يعني معني بيها عناية شديدة جدا للأمانة يعني. على كل حال، الحقيقة انه اسمه ايه ده، رفعت طهطاوي رغم انه هو مثقف جدا، ورغم انه هو الحقيقة رائد في الثقافة، الا انه لم يدرك ان المثقف بالنسبة للحكام هو الفازة، ودي انا بعتذر وانا بقولها، ولازم المثقفين يسمعوا ده، انتم مجرد فازة او برواز تابلو جميل في غرفة نوم الحاكم، اذا استحسنكم لفترة بينعم عليكم بآلاف الفدادين أو المناصب وغيره، لكن إذا غضبت عليه أو قلت كلام مش مظبوط فهو الحقيقة مكانك بيكون التنكيل. وده اللي حصل رفاعي الطهطاوي. لما رفاعي الطهطاوي الحقيقة كان على علاقة كويسة بالحاكم محمد علي، أخذ منح وعطايا كتير جدا، لكن لما غضب عليه عباس الأول، عباس حلمي الأول، نفاه للسودان من ناظر مدرسة الألسن إلى ناظر مدرسة ابتدائية، ورجع يعني قعد 4 سنين في السودان. يعني إذا كان ربنا كان كتب لعباس حلمي الأول يستمر 30 سنة كمبارك في الحكم، كان رفاعي الطهطاوي هيموت في المنفى، لكن شاء ربنا أنه يقتل عباس حلمي الأول ويجي سعيد. لما جاء سعيد برضو كان فترة كويس معاه، لكن في آخر فترة سعيد عانى من البطالة وقعد في البيت. لما جاء اسماعيل احتضنه مرة تانية وأعاد لي مجده فخد وضعه. إذن المثقف بالنسبة للحكام في منطقتنا العربية هو فازة حلوة، لما بيحتاج الفازة دي بينعم عليها، طب لما بيغضب عليها ويشوف حاجة غيرها بيقلب ويرميها. وده اللي حصل بالنسبة لحفيد رفاعي الطهطاوي. حفيد رفاعي الطهطاوي هو السفير المحترم رفاعي الطهطاوي برضو. هذا الرجل المحترم رفاعي الطهطاوي، أنا كنت عملت معاه لقاء في قناة المحور، وأنا قاعد في الاستوديو عمال أبص له وأتأمله، فقلت له سيد سفير على فكرة أنت شبه جدك جدا جدا، يعني يكاد يكون نسخة من جده رفاعي الطهطاوي. هذا السفير المحترم مثقف، وهو سليل رائد مدرسة النهضة العلمية في مصر، ومع ذلك لمجرد أنه أخذ موقف محترم، هذا السفير ملقى في غيابات السجون بقاله سنين بدون تهمة بدون تهمة. وأنا أتحدى قاضي في مصر يقول لي إيه هي تهمة رفاعي الطهطاوي، أتحدى واحد في مصر يعني يقول لي إيه هي تهمة رفاعي الطهطاوي. الغريبة إن المثقفين اللي بيدينوا الولاء لجده محدش فيهم دافع عنه، ورغم أن هذا الرجل تعرض إلى مساومة خطيرة جدا، وكان ممكن يخرج وكان ممكن يمشي من القصر قبل الانقلاب بساعات، لأنهم اتقالوا اطلع أنت من الموضوع، فقال لهم أنا دخلت مع الرئيس مرسي وهخرج معاه. هي دي كانت جريمته. من ساعتها حتى الآن قابع في السجون بلا تهمة ولا قضية. نسمع كده قال إيه رفاعي الطهطاوي. في الواقع هناك الآن بداية شيء جديد في مصر، إقامة نظام غير تابع متحرر من التبعية للخارج، إقامة نظام ديمقراطي، وإقامة نظام شعبي قاعدته الجماهير العريضة من الناس الغلابة. هذا النظام بسماته هذه موضع اعتراض عميق من قوى لها مصلحة في ألا يقوم مثل هذا النظام. فالمسألة أساسا مش مسألة دستور ولا جمعية تأسيسية، مسألة الرغبة في الخلاص من هذا النظام كاملا وعدم إتاحة الفرصة له لكي يستقر. الحقيقة إن مثقفينا في مصر بعد 30 سنة لم يدركوا ولم يقرأوا التاريخ كويس، بعضهم مرتضى انه يبقى فازة وفرحان بده او عبد، لكن الغالبية لم تقرأ التاريخ، عشان كده طلعوا وقفوا في 30 ثانية جنب السيسي وجنب العسكر، وفي النهاية تم التنكيل بيهم بعد ما خلصت القصة.